1.6 مليون قنطار هو الإنتاج السنوي للتفاح بولاية خنشلة. إنتاج وفير جعل المنطقة قطبا فلاحيا بامتياز في إنتاج هذه الفاكهة. حفزنا على إنشاء تعاونيات فلاحية حتى هناك هيكلة وإعطاء روح جديدة لإخوان الفلاحين. كذلك السياسة المنتجة من طرف الحكومة في توقيف يعني استيراد ما التفاح حتى تعطي أكبر أهمية ويكون الثمن في متناول المستهلك. المنحنى التصاعدي لإنتاج التفاح بخنشلة خلال 5 سنوات الأخيرة من شأنه فتح باب تصديره بكميات وفيرة في حال تقديم التسهيلات المطلوبة. في خنشلة راه التفاح نقدروا نصدروا من اليوم بعد إذا كان إجراءات وتسهيلات متاع الدولة. رغم النتائج الإيجابية المحققة في شعبة التفاح بالولاية، ما يزال العديد من الفلاحين يسجلون بعض النقائص، لا سيما تلك المتعلقة بانقطاعات التيار الكهربائي في المستثمرات الفلاحية ونقص مياه السقي. نحاول نطلب من سلطاتنا تدعيم هذه المنطقة، منطقة بوحمامة ككل، أي ما يعرف بسهل ملاقو، بالآبار الأرطوازية، لأننا نعاني من النقص في المياه مياه السقي في فصل الصيف نتيجة الضغط على الكهرباء، نتيجة الضغط نتعرض أحيانا أثناء حالات السقي إلى انقطاع في التيار الكهربائي. استخدام التقنيات الحديثة في غرس شجيرات التفاح سيسمح برفع الإنتاج إلى 3 مليون قنطار سنويا بالولاية حسب توقعات مهنيي القطاع، كما أن تعليق استيراده خلال فترة الجني سيسمح للفلاحين هذا الموسم بتسويق المنتوج بأسعار في متناول المستهلك.